أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض المناشط الصيفية هناك بعض الاستعراضات خارقة للعادة كأكل الجمر والمشي عليه، وقد يكون من يفعل ذلك عليه لحية طويلة. هذا السحر، هذا السحر تخييلي، ما حد يأكل الجمر، أنت ما تقرب الجمر ولا كيف تأكله، إنما يخيل لكم هذا الشيء إنه يأكل الجمر وهو كذاب. هذه قمرة على الأبصار، سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا سحر تخييلي، كذب على الناس وتدجيل، وهو ما يسمى بالقمرة. نعم.